الهدف من تنظيم هذه التظاهره هذه هو ان هو التحسيس، الهدف بتحسيس قدرات الاطفال المعاقين ذهنيا في مجال التكوين المهني، مشاريع مدراء للدخل والحرفيه. والهدف الاصلي هو ان المبادره الوطنيه كان مولتنا واحد المشاريع مدراء للدخل اللي هي سناك وصالون دو كوافير ومحل بيع منتوجات مواد التنظيف، ولكن صبنا اشكال ما قدرناش ننجحوا ديك المشاريع حيت كان الهدف ان المشاريع يكونوا ديالهم، يكونوا ديال الاطفال المعاقين، هما اللي غادي يجريوهم. الاباء ما قدروش يواكبوا يمشوا معنا في المشروع باش يكونوا مع الوليدات ديالهم، بقات الجمعيه هي اللي مواكبه الاطفال. كيعجبني الرسم، اي الرسم كيعجبني الرسم، كتساعدني الاستاذه. كنعلموهم الرسم على الثوب والرسم على الزجاج، كنعلموهم كيفاش يديروا غير بلي كريون كيفاش يرسموا الخريطه وداك الشيء. كاينين البنات كنعلموهم الحلاقه والتجميل، كاينين البنات اللي كيديروا بروشينغ، صباغه، لماش، كاينين شي وحده اللي كيقطعوا، وكاينين عاوتاني ديال البيديكور ومانيكور. انا فرحانه بزاف. الصعوبات اليوميه ديال الاطفال هو كاين مازال ما عندهمش لوتونومي، ما كيقدروش يمشيو. عندنا لا ماجوريتي تاع الدراري ما كيمشيوش بوحدهم، يجيو بوحدهم. عندنا واحد المجموعه اللي دايرين لهم مشاريع مدراء الدخل، كيمشيو في لي بيس، كيطلعوا بوحدهم، يجيو بوحدهم. الخوي مازال لا الاباء كيخافوا عليهم ولا حنا مسؤولين، ما تخليناش نقدروا نخرجوهم للمجتمع بوحدهم. اذا مازال لك لا كومبانيمون، يدي باه تجيبو مو، حنا نتكلفوا بهم نديرو في الترونسبور. مازال هذا هو اللي مازال الخوف، هذه هي الصعوبات ديال الاطفال. مازال ديك الخوف من الانتغراسيون سوسيال ديفينيتيف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.